مشاهدينا اهلا بكم ولقاء يتجدد وهمزه وصل ومساحه من التفاعل نفتحها معكم نتلقى من خلالها ارائكم واتصالاتكم حول موضوع جديد نطرحه للنقاش في كل يوم. اذا مشاهدينا مصر تخطو اولى خطواتها نحو الاستحقاق الثالث في خارطه الطريق. باب التقديم يفتح امام الراغبين في الترشح والتقديم لمجلس الشعب لتبدا الانتخابات في منتصف الشهر القادم ويفتح بعد ذلك مجلس الشعب ابوابه امام النواب الجدد. نواب سيحملون على عاتقهم آمال وطموحات ومشاكل وهموم من انتخبوهم، وتبقى التحديات كثيرة، تحديات على مستوى النواب وأيضا تحديات تشريعية وقانونية. واليوم نحن نسأل هذا السؤال: ماذا يريد المواطن من البرلمان القادم؟ ويمكننا أن نتلقى آراءكم المختلفة عبر هواتف البرنامج الخاصة. لدينا بالتأكيد هاتف مختصر هو 14-51، وهناك أيضا هاتف 09-9-4-5-1. هذا بالإضافة بالتأكيد إلى صفحة البرنامج على مواقع التواصل الاجتماعي وهما همزة وصل إيجي على كل من فيسبوك وتويتر. إذا مشاهدينا اسمحوا لنا سنخرج سريعا إلى هذا التقرير والذي يحاول أن يلقي الضوء على موضوع حلقة اليوم. منذ إعلان اللجنة العليا للانتخابات موعد إجراء الانتخابات البرلمانية والتي من المقرر أن تجرى على مرحلتين، أولهما في النصف الثاني من أكتوبر والثانية في نوفمبر، فمنذ ذلك الإعلان أعيد للأذهان من جديد المهام المنوطة بمجلس النواب الذي طال انتظاره من النخبة السياسية والمواطنين على حد سواء. ففي الوقت الذي ينظر فيه مرشحو هذه الانتخابات ومن على شاكلتهم لهذا المجلس بأنه فرصة لتحقيق مكاسب سياسية، يراه المواطن البسيط أملا في تحقيق أحلامه في إيجاد وظيفة أو فرصة عمل لكسب لقمة عيشه، وبخاصة في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها مصر حاليا. قطاع كبير من الشعب المصري يعلق على المجلس الجديد آمالا في الارتفاع بمستوى كافة الخدمات المقدمة للمواطن من صحة وتعليم وتحسين للمرافق بوجه عام، والتي شهدت تدنيا ملحوظا في الآونة الأخيرة. فئات أخرى من الشعب المصري تأتي على رأسها المرأة والشباب، تنتظر هي الأخرى الكثير من مجلس النواب المقبل لسن قوانين تعنى بها وترفعها من قائمة المهمشين. السباق السياسي الذي ستنطلق أولى جولاته منتصف الشهر المقبل والذي سيفضي إلى تشكيل مجلس النواب الجديد، تنتظر منه جميع قطاعات الشعب المصري لعب دور فاعل في سن تشريعات تتعاظم أهميتها، مع مطالبات ملحة من المواطنين برفع مستوى معيشتهم. إذن ماذا يريد المواطن من البرلمان القادم؟ هذا هو سؤال حلقة اليوم. وقبل أن نبدأ في تلقي الاتصالات سنذهب سريعا إلى زميلي محمد عبد الحكم ومجموعة من الآراء التي وردت إلى البرنامج عبر صفحة البرنامج. تفضل محمد. شكرا لميس. يعني ماذا يريد المواطن من البرلمان المقبل؟ هذا هو السؤال الذي نتلقى عليه تعليقات حضرتكم وإسهاماتكم على فيسبوك وعلى تويتر. البداية مع إحدى المشاهدات التي تقول: السلام عليكم، يريد المواطن من البرلمان المقبل هو الاهتمام والإحساس بمشاكل المواطنين، اهتمام ذاتي وواقعي وليس مجرد كلام، حل مشاكل المواطنين، تقديم خدمات لهم والعمل على كل ما يكون في صالح المواطن. وتحياتي إلى أسرة البرنامج. إسلام محروس: يريد المواطن من البرلمان أن يوجد مبدأ المساواة بين أفراد الشعب، الاهتمام بحل المشكلات وعمل مشروعات للشباب، والاهتمام بالنظافة والرعاية الصحية، وعدم وجود تفرقة بين غني وفقير، فكلنا أبناء آدم وشعب واحد. ولأسرة البرنامج جزيل الشكر. حمادة يوسف يقول: أتمنى أن يعمل نواب البرلمان المقبل بإخلاص من أجل الوطن والمواطن، وليس مجرد خدمات شخصية وحزبية أو طائفية، وأن تكون المعارضة بناءة لا هدامة، كما أتمنى أن تلغى الحصانة البرلمانية حتى لا يعلو النائب فوق القانون. أحمد أبو العلا يقول: المواطنون جميعا بحاجة شديدة إلى البرلمان، وخاصة المواطن البسيط ومحدودي الدخل، يطمحون في تحقيق حتى لو جزء بسيط من أحلامهم البسيطة وحقوقهم في هذا البلد، وذلك عن طريق سن القوانين والتشريعات والتي تنصف الفقراء في حياتهم اليومية. محمد العريشي يقول: نريد برلمان يدرك المرحلة التي تمر بها من تحول مصر، يكون الأعضاء فيه يبحثون عن كيفية
قابليه الارتقاء بمصر والدفع بها للامام مهما كان الاختلاف في وجهات النظر. نريد برلمان لا يبحث عن مصالح شخصيه ولا فرص اجندات على ولا فرض اجندات على المواطن. نريد برلمان يعبر عن معاناه المواطن ومشاركه الدوله في حلولها. محمد ايوب يقترح او يطلب من البرلمان المقبل ان يكون متحملا للمسؤوليه مدركا لخطوره الوضع الداخلي والخارجي، لا يبحث عن المصالح الذاتيه، بذلك سيكون التشريع والرقابه لصالح الشعب. وشكرا. ادهم البنداري، سلام عليكم صديق برنامج الى النواب الصعيد المحترمين، ارجو منكم افعال لا شعارات وكلام فاضي علشان يقعد على كرسي وينسى اهل بلده، لابد ان تكون مصالحه الناس فوق كل اعتبار وحفظ الله مصر. سعيد عيسى، نريد الصدق في القول العمل، البعد عن المصالح الخاصه الذي يعتمد عليها كثيرا من الناس لتحقيق اكبر مكاسب شخصيه والنظر لمصلحه البلد اولا قبل كل شيء. منى، ما يناموش في البرلمان ويخدموا وطنهم لوجه الله وليس لخدمات متبادله يخلصوا للوطن. خالد القومي، السلام عليكم، أهم ما يحتاج المواطن المصري من البرلمان المقبل هو حل مشاكل المواطن من بطالة وتعليم وصحة، وبالأخص البطالة يجب الاهتمام بها لدفع حركة الانتاج في مصر. وشكرا لأسرة البرنامج لميس. هذه أغلب التعليقات التي وصلت إلي عبر فيسبوك، إليك مرة أخرى لكي تتلقى أولى اتصالاتك الهاتفية في هذه الحلقة. شكرا محمد. إذن يبقى السؤال، ماذا يريد المواطن من البرلمان القادم؟ سننتقل بهذا السؤال إلى مجموعة من المعنيين بهذه القضية. سيكون معنا في هذه الفقرة الأستاذ شهاب وجيه المتحدث باسم حزب المصريين الأحرار، وأيضا الأستاذ خالد ميري مدير تحرير جريدة الأخبار. أبدأ بها الأستاذ شهاب. أستاذ شهاب، عذرا قد يبدو سؤال مكرر، ولكن إلى أي مدى ترى أن الأحزاب قادرة الآن وهناك بيئة صالحة لكي تلبي طلبات واحتياجات المواطن في البرلمان القادم؟ في الحقيقة الفكرة أن المفروض أن برامج الأحزاب تيجي من الشارع، برامج الأحزاب بتيجي علشان خاطر تحقق طموحات وأهداف المواطنين المصريين، ده اللي المفروض الأحزاب تضعف أولوياتها. الأحزاب مش موجودة علشان خاطر تؤدي خدمات في وقت الانتخابات، أو مش موجودة علشان بس تعمل دور معين أن هي تاخد مقاعد في الانتخابات، ولكن الأحزاب يجب ان هي تقدر ان هي تطور برامج، تقدر ان هي تطور حلول التحديات اللي بتواجه مصر. علشان كده حزب المصريين الأحرار من اللحظة الأولى كانت أولويته انه يضع برامج قادرة فعلا على حل مشاكل المصريين وقادرة على حل التحديات اللي بتواجه الدولة المصرية. أهم التحديات اللي بيراها حزب المصريين الأحرار دلوقتي هو التحدي الاقتصادي. أزمة ان احنا محتاجين نقدر ان احنا نقلل او نقدر ان احنا نقضي على الفقر في مصر. علشان كده الحزب وضع بصية، نظن ان مع تحقيقها او مع تبنيها هتحصل حالة من حالات الخفض الشديد لمعدلات الفقر في مصر. ده مش هيتم بين يوم وليلة، لكنه هيتم من خلال برنامج مدروس، من خلال خطة بيتم محاسبة الشعب، يعني الشعب بيقدر ان يحاسب النواب بتوعه في البرلمان على اساس تحقيقها من عدم تحقيقها. احنا نظن ان دوت ممكن، نظن ان لو في احزاب واعية جوه البرلمان المصري اولوياتها هو وضع تشريعات تحقق فعلا مصلحة المواطن، تشريعات مدروسة، تشريعات وضعها فرق صحية حقيقية، نظن ان ده هيؤدي في النهاية للتطور وهيؤدي لان الراجل اللي في الشارع يحس فعلا بقيمة البرلمان وبقيمة الاحزاب السياسية. طيب، سنتحدث عن البيئة السياسية والتشريعية بشيء أكثر تفصيلا، ولكن اسمح لي أنتقل لأستاذ خالد ميري مدير تحرير جريدة الأخبار. أستاذ خالد، من خلال المتابعة، هل تعتقد أن مشاكل المواطن المصري، آماله، طموحاته، إلى أي مدى ستؤثر على اختياراته؟ أم أن هناك ربما عوامل أخرى؟ يعني أنا شخصيا كنت أود أن تكون طموحات المواطن المصري ورغبته في حل المشاكل الملحة التي يعاني منها الوطن بأكمل ويعاني منها المواطن المصري بالتبعية، وهي مشاكل عديدة، لو تحدثنا عن التعليم، لو تحدثنا عن الصحة، لو تحدثنا عن الفقر والبطالة، المشاكل متعددة، ويجب أن تكون الاختيارات معبرة عن لحل هذه المشاكل. نعتقد أن احنا أمام أخطار حقيقية بتحكم الاختيار. نحن أمام أحزاب للأسف الشديد ما زالت ضعيفة، غير قادرة على التواصل بشكل كبير مع الشارع، ونحن أمام توغل المال السياسي في الانتخابات القادمة. هناك خطر حقيقي أن يسيطر المال السياسي على إرادة الناخبين في هذه الانتخابات، خصوصا مع حالة الفقر المتفشي وحالة الجد أيضا الموجودة. كما فأعتقد أنه ما أعمله من المواطن المصري أن تكون اختياراته معبرة عن مشاكله. المواطن المصري بيعاني من حصية، يحتاج إلى برلمان قادر على القيام بمهامه. نحن نتحدث عن برلمان يجب أن يراجع مئات التشريعات أو عشرات التشريعات التي في الفترة الماضية خلال فترة وجيزة، يجب أن خلال فترة 15 يوما
خلال 15 يوما ينتهي من مراجعة كل هذه التشريعات يجب أن يدرس وأن يكون لدى هذا البرلمان خطة كاملة للتشريع فيما يخص حل كل المشاكل التي تحدثت عنها، وأيضا سيشارك هذا البرلمان بشكل فعال في اختيار الحكومة وفي مراقبة الحكومة وفي محاسبة الحكومة. أعتقد أنها مهام جسيمة ستتعلق بشكل مباشر باحتياجات ومشاكل المواطن المصري، ويجب أن تكون الاختيارات معبرة عن هذا عن هذا الطموح الكبير الذي ننتظر من البرلمان القادم. أشكرك شكرا جزيلا أستاذ خالد ميري المدير تحرير جريدة الأخبار، وأعود مرة أخرى إلى الأستاذ شهاب وجيه المتحدث باسم المصريين الأحرار. أستاذ شهاب، كنت تتحدث عن أمال وطموحات وكيف يمكن أن تخاطب الأحزاب الشارع المصري، ولكن ننتقل إلى جزئية أخرى، وهل تعتقد أن البيئة السياسية والبيئة التشريعية والقانونية مؤهلة وتساعد الأحزاب في أن تقوم بهذا الدور؟ خلينا نتفق ان الوضع اللي مصر فيه النهارده مش وضع نهائي، يعني احنا في مرحله ممكن ان احنا نسميها انتقاليه. كان عندنا خريطه مستقبل لسه ما تمتش لغايه دلوقتي، احنا لسه على يعني بننتظر اتمام المرحله الثالثه من خريطه المستقبل. نظن ان بمرور الوقت مع اتمام المرحله الثالثه من خريطه المستقبل هنكون بالفعل في مناخ اقرب ما يكون لتحقيق الحياه الديمقراطيه الطبيعيه اللي احنا عايزين ان احنا نحققها. في تحديات كبيره بتواجهها الدوله النهارده، تحديات دي بتصفر العدد من الاصول من التفاهمات مع الحياه السياسيه في مصر عشان خاطر تقدر الدوله تواجه التحديات اللي بتواجهها في المرحله دي. أشكرك شكرا جزيلا أستاذ شهاب وجيه المتحدث باسم حزب المصريين الأحرار. كانت هذه آراء مجموعة من المعنيين بهذه القضية. كاميرا همزة وصل أيضا نزلت إلى الشارع المصري لرصد آراء المواطنين وأملهم وطموحاتهم تجاه البرلمان القادم. القدم ده عايزينه فعلا يكون جديد في كل حاجة، يعني جديد أولا في الناحية الشكلية من ناحية النواب ما يكونوش هم بتوع زمان أو نسخة منهم للأسف. أتمنى أن هم يهتموا بالتعليم قوي، لأن هو التعليم هيبقى مستقبل البلد ديت كلها. أتمنى أن يبقاش فيه نوع من أنواع اللي يكون الناس داخلة عشان تاخد فلوس وده داخلة عشان المنصب، تخش عشان بتحب البلد. يا ريت هنا كمان نختار الناس صح. أتمنى يكون فيه شباب، عنصر الشباب حتى لو ما نجحش في الانتخابات يكون في كوتا للشباب انها تدخل تعبر عن ارائنا تعبر عن احتياجاتنا. النواب اللي موجودين يحققوا طموحات الشباب والناس اللي هي بتفكر في المستقبل كويس وبتفكر في البلد كويس. ازاي النائب يخدم اهل المنطقه او الدايره اللي هو فيها؟ يعني طلبات ان يكون المرشح من عامه الشعب، راجل بسيط نعرف نحاسبه يلبينا طلباتنا، ما يكونش يعني من الفئة السابقة يعني عشان نعرف نحاسبوه بس. والله حق للناس اللي هي بتنتخب، اللي هي ممكن مستنية شارع ترصف، مستنية مستشفى، مستنية عيادة، مستنية حاجة من الناس ديت يعني. إن كانت هذه أحلام وطموحات مجموعة من المواطنين المعقودة على البرلمان القادم، وبما أنه لا صوت يعلو فوق صوت الانتخابات البرلمانية سيكون سؤال حلقة الجد من همزة وصل: كيف يمكن دعم المرأة في الانتخابات البرلمانية القادمة؟ في انتظار آرائكم المختلفة حول حلقة الجد. حتى ذلك الحين إلى اللقاء.